مقتل 9 أشخاص بينهم امرأة و3 أطفال وإصابات العشرات جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي. الجبهة الوطنية للتحرير تعلن السيطرة على بلدة وتل الحماميات شمال حماة وقتل وجرح عدد من قوات النظام والاستيلاء على عدة آليات عسكرية خلال المعارك. مقتل رجل وإصابة عائلته جراء غارة جوية لطيران نظام الحربي على مدينة اللطامنة في ريف حماة الشمالي. منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقول إن لدى فريق التحقيق في هجمات سوريا سلطات جديدة تتيح له توجيه اتهامات لمستخدمي السلاح الكيماوي. وفاة طفل سوري يبلغ من العمر 6 أعوام في قضاء مامك بالعاصمة التركية أنقرة إثر سقوطه في قناة ري، تبين أن فوهتها كانت مفتوحة والحكومة التركية تحقق في الحادثة. وزارة الدفاع الأمريكية تقول إن 5 زوارق إيرانية اقتربت من ناقلة نفط إيرانية أمس الأربعاء في مضيق هرمز وطلبت من الناقلة توقف المياه الإيرانية ثم انسحبت بعد تحذير سفينة حربية بريطانية. باحثون من معهد خفي للعلوم الفيزيائية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم يحددون جينا رئيسا يساهم في معالجة سرطان الرئة.